مساء الفل يا عم اسلام. مساء الفل يا كابتن، منورنا. بنورك يا حبيبي. حلوه البدله والست زراير والنظام الجديد ده، مكسر الدنيا. انت بنحاول 100 100 يا عم اسلام. القرعه ظهرت النهارده، هتتحط على الشاشه، وعشان نكسب وقتنا هنتكلم على اللي يهمنا، الفرق المصريه طبعا في البطولات الافريقيه. نبدا بالمجموعه الاولى، سان داونز مش راضي يسيبنا بس هو واخد اي حاجه من مصر، يعني كان تصنيف تاني يطلع مع الاهلي، بقى تصنيف اول راح طالع مع بيراميدز. يعني مازيمبي نوازيبو الموريتاني، المجموعه الثانيه الوداد وسيمبا واسك وجالاكسي وجالاكسي البوتسواني، المجموعه الثالثه ترجي بترو اتلتيكو والهلال السوداني والنجم الساحلي، المجموعه الرابعه الاهلي شباب بلوزداد يانج افريكانز مديام الغني. هنتكلم هنركز قوي على المجموعه الاولى والمجموعه الرابعه. نبدا بالمجموعه الاولى، سان داونز اصعب مهمه، ومازيمبي ونوازيبو اصعب مهمه للفرقه المصريه من وجهه نظر. المجموعه تقيله الاولى، مجموعه سان داونز، مجموعه بيراميدز، مجموعه تقيله. مباراه سان داونز احنا خلاص عاملين ماجستير كلنا في سان داونز، وعارفين الفرقه قد ايه صعبه. والسنه دي عملوا تدعيمات كويسه، عندهم لعيب مهاجم برازيلي كويس جدا، وعندهم مدير رياضي كان مدير رياضي سابق لتشيلسي، وعندهم فكر فريق هايل كلنا عارفينه. مازيمبي، اقول لك حاجه مهمه، اتفضل. في البطولات الكبرى اللي انت بتشوفها في العالم اجمع، خاصه في المنطقه بتاعتنا، بيكون في خبراء من جنوب افريقيا موجودين، هم شاطرين في حته الاداره دي، لان هي اداره اجنبيه. صح، اداره يعني مش اجنبيه، هم جنوب افريقيه بس بالعقليه الأجنبية. الاوروبيه هايلين بصراحه في الحته دي، شغالين كويس جدا. مازيمبي الفريق عمل شويه صفقات كويسه، مازال مازيمبي في ارضه مباراه صعبه جدا تحت اي حال من الاحوال، وحتى بيراميدز لما لعب فيها مع كابتن ايهاب جلال ما كانش موفق الفريق من سنتين، فدي صعوبه. نوازيبو فريق مش وحش ابدا، كل صعوبه بيراميدز ان هو مباراه مازيمبي دي، مازيمبي تحديدا هو انا بشوف ان هو الخصم المباشر بالنسبه لبيراميدز. يعني سان داونز فريق قوي جدا طبعا في مصر وبره مصر، وده اختبار كبير جدا لقوه وشراسه بيراميدز في البطولات الافريقيه. ده صحيح. فدي نقطه مهمه. بيراميدز اول مره في دوري الابطال، اول مره في الكونفدراليه وصل فاينل وخسر ظلما من نهضه بركان في المباراه النهائيه. هل هناك فارق ما بين الكونفدراليه ودوري الابطال؟ هتكون في خضه على بيراميدز في دوري الابطال؟ انا بقول بيراميدز فريق قوي ومتمرس، وانا بشوف هيبدا مع مازيمبي، ثم يذهب الى نوازيبو، ثم يذهب الى سان داونز. هنا السقاله والرخامه، راح سان داونز ورجع سان داونز تاني، وفي 10 ايام دمهم تقيل، ماتشين دمهم تقيل شويه. بس خليني اقول لحضرتك ان الترتيب ده من وجهه نظري مصلحه بيراميدز، هو بادئ هنا في مازيمبي في مصر، فلو عداه بعدين يطلع لنوازيبو نسبيا اسهل بره ارضه، وبعدين سان داونز رايح جاي ويختم، يعني ممكن مع ياخد 6 بونت، ياخد 6 نقط يريحوه جدا قبل ما يروح يشتغل مع سان داونز هناك. لكن 9 بونت يضمن الوصول على كابتن اللي كان بيطلع الزمالك اخر 3 سنين من بطولات افريقيا انه بيخسر او بيتعادل في مصر في اول مباراه، وده بيبقى المفتاح. فاعتقد بيراميدز اول ماتشين لو اخد 6 نقط يحط رجله بنسبه كبيره جدا. حلو ان شاء الله.